سلام الاميرات وريداتي الفنات اللي منورين الحياه. نسم الناس كونوا بخير. الغزالات ديالي، شكون اللي مازال ما شافتش القصه اللي حطيت قبل قليل في قناتي الثانيه؟ قصه حكايه، قصه زوينه بزاف، لاول مره غادي تحط في القناه. المهم اللي مازال ما شافتهاش البنات تمشي وتشوفها، غير هو من بعد ما تسالي هذه القصه. قصتنا اليوم قصة من قصص شهرزاد اللي اش غادي نقول لكم، انا شخصيا اثروا فيا بزاف. الصراحه نتمنى انكم تسمعوها من الاول حتى الاخر، لانها تستحق انكم تسمعوها، وفي نفس الوقت في الاخر ديالها كاينين بزاف ديال المفاجات اللي غير متوقعه. المهم البنات ما نزيدش نطول عليكم اكثر وندخلوا مباشره في قصتنا. سميتي خوله، واليوم جيت نعاود لكم قصتي اللي بدات وانا في عمري 4 سنين بالضبط، نهار اللي مات تميمتي. ما كنت فاهمه حتى شي حاجه في هذيك الساعه، ما كانش كيصحاب ليا ان حياتي غتقلب 180 درجه. الحصول وما فيه، ميمتي كيف ماتت وخرجوها من الباب، الاب ديالي كان زوج مرا اخرى ودخلها للدار. هذيك المراه كانت من اشر مخلوقات الله اللي دخلت لهذيك الدار وهي بكحله بالعمى والظلمه مكحله بيا، ما حاملاني ما قابلاني. فاش كنت مازال صغيره كانت كتضربني وكتحقرني. الوقت اللي ولدات كان ممنوع ليا نقيس ليها ولادها، الا ولدها حتى بكا كتجي وكتضربني وكتقول لا اكيد درتي لي شي حاجه. كان الاب ديالي فاش كيجيب لينا شي حاجه ديال سقاطه من الزنقه كتعطي لولادها وانا كتخليني بلاش. شحال من مره كتضربني حتى ما كنبقاش عاقله على راسي. لحمي كان دائما زرق، والاب ديالي ما كنتش عارفه بالضبط واش كان كيشوف هادشي وكيدير راسو ما شايفوش ولا اصلا ما كانش عارف، لان هي كانت كضربني غير في الوقت اللي كنت كنكون بوحدي انا وياها في الدار، يعني الاب ديالي ما كاينش. واخا الصراحه الاثر ديال الضرب كان باين على الجسم ديالي، وهو كون كان باغي يعرف انني مكرفصه في هذيك الدار كان غادي يعرفها من النهار الاول. الحصول ما فيه، بديت غادي وكنكبر وهذاك المشاكل والضق حتى هو كيكبر معايا. انا النفسيه ديالي تاثرت بزاف وليت كنخاف من كل شيء، ما بقيتش نهائيا كنقدر ندير حتى شي حاجه، حيت كنقول الا درت هادي اكيد غضربني مرتبه. فهذيك المده كنت فقدت الثقه في كل شيء حتى في با، وليت عارفه ان ما كاينش شي واحد اللي غادي يحميني في هاد الدنيا. مهم كنت كنقرا وكنحماق على القرايه. فاش كنت كنجي للدار وكنبغي زعما نحفظ ولا نخرج التمارين كتقول لي جمع لي دوك الكتوبه وما تجبديهمش قدامي. القرايه كاينه في المدرسه، والدار ديال الشقة كتنوضني الشقة، ولما درت شي حاجه كتضربني، كانت كتبغي كل شيء متول ومقاد. الا طيبت كيف ما درت لهداك الطياب ما كيعجبهاش كتبقى تنقر عليا وتقول لي انتيا امك ما علماتك ما وراتك والو، واخا انا ميمتي كيف ما قلت لكم ماتت وانا عندي 4 سنين، اشنو غادي تعلمني في رايكم؟ الحصول ما فيه، كيف ما قلت لكم قد ما كنكبر قد ما المشاكل ديال المرتبه كيكبروا معايا. الخايبه ليا والزوينه ليهم، الا وقع شي مشكل كتلصقوا فيا واخا ولادها اللي دايرينو. ايوا بقينا هكاك حتى بديت كنكبر وكنزيان وكنعطي العين، وتما مرتبه عاد لقات اللي بغات. ولات دائما كتجبد ليا صداع مع با وتقولو احقا بنتك شوف شنو لابسه، احقا شوف شنو كدير، احقا تعطلات، واخا يجعلني صدر بنت تعطل بخمسه ديال الدقائق كتجبد ليا صداع كبير. وكتقول ليه البنات راه خايبين في هذا الوقت، بنتك علم الله شنو كدير في الزنقه، هذيك المدرسه ما عندها ما دير بها. مهم بدات كتعمر له راسو كتعمر له راسو كتعمر له راسو، حتى وصل النهار للاب ديالي كان جلسني في الدار وقال لي ما عندك ما ديري بهاد المدرسه. بكيت وجدبت وقلت له حرام عليك ابا، واش المتنفس الوحيد اللي عندي بغيتي تحرمني منه؟ قال لي انت ما عينكش في القرايه، انت عينك في الزنديق، وربي شاهد عليا في هذيك المده ما عمرني درت شي حاجه اللي خايبه، ما عمرني هدرت مع شي ولد ولا تعطلت ولا مثلا غيبت، كنت من المدرسه للدار ومن الدار للمدرسه. وهذا الشيء كيشهدوا به الناس اللي كيقراو معايا، الاساتذه، الجيران، ما عمر شي واحد شاف فيا شي حاجه، غير هي مرتبه كانت عاتيه لبا واحد الرؤيه او واحد النظره غالطة عليا. حصلوا ما فيه، كنت جلست في الدار فعلا كيف ما با بغى. النهار يلزموا عليا من فوت عتبة الدار من خروج للزنقة، بقيت غير جالسة في الدار انا اللي هزة الشقة كامل، انا اللي مقابلة مرتبة ومقابلة لها وليداتها كنطيب ونجمع، وهذا الشي كامل كون غير مثلا كنت مرتاحة في مخي ومرتاحة في راسي. كان دائما مرتبة كتقلب لي على اتفه الاسباب باش تضربني وباش بدي اصدع مع با، كان دائما كتكذب عليا
وكتقول شي حوايج اللي ما كاينينش. دوزت عليا العذاب الاليم، هداك الشيء اللي ما عمرني نساه في حياتي. الحس والبقينا هكا حتى درت 17 عام. في واحد النهار سال هذيك الساعه بقيت عايشه غير في هذاك الوضع، ما كنخرجش الا الا كنت خارجه مع مرتبه، ومرتبه كانت كتخرجني غير هكا الا كانت بغاتني نهز ليها التقال ولا نعاونها في شي حاجه، ديرني بحال شي خدامه عندها. المهم بقينا هكاك حتى لواحد النهار الاب ديالي كان راجع من الخدمه وكان وقفوا واحد السيد، قال له بغيت ندوي معاك الحاج، قال له مرحبا شنو حب الخاطر، قال لي انا راه شفت واحد البنت دخلت لهذيك الدار وفسولت، قالوا لي انت هو باها، هذيك البنت عجبتني بزاف وبغيتها للحلال. المهم كندوا مع با، تبادلوا النوامر ديال التليفون. من بعد السيد مشى والاب ديالي جا للدار وقال لمرتبة ان واحد السيد بغاني للحلال. مرتبة طارت بالفرحه وقالت له شنو كتسنى، قال لا لا والولد مازال ما كنعرفوش، انا خديت الرقم ديال التليفون ديالو بغيت نسول عليه. قالت له ما عندك ما تسول، السيد مدام جاي وقصد الباب الا هو باغي المحلال، واكيد انه داخل سوق راسو وما كيدير حتى شي حاجه اللي غلط. عمرات له راسو مزيان وقالت لي عيط للسيد وقال لي يجي مرحبا به. فعلا الاب ديالي كان عيط لهداك السيد وقال ليه مرحبا بكم. السيد نهار اللي جا هو واحد اختو وشي واحد صاحبه ولا ما نعرف ليه، جلسوا مع الوالد، كان خرجت شافني الولد شفته السيد كان كبار مني، انا ما نكذبش عليكم ما ارتحيتش ليه وما عجبنيش نهائيا. فاش جاو سولني با قلت له شنقول لك، انا السيد ما عجبنيش. مرت با بدات كتخاصم وقالت لي كيفاش ما عجبكش، اشنو اللي ما عجبكش فيه؟ صافي كانت قالت لي واش انت تسطيتي، واش انت بغيتي دير بالراي ديالها، اللي ولد تبارك الله خدام دارو بوحدو وما ناقصو حتى شي حاجه، علاش غادي ترفض؟ اذا هي عندها شي علاقه كيف ما كنقول لك. انا فاش سمعت داك الهضره ضربني الضو، وليت خايفه بزاف، خفت لي نمشي بوحدي تيق هاد الهضره وتجبد لي معاه صداع، وبا كان الضرب ديالو خايب، فين يبان الضرب ديال مرت الوالد؟ صافي هي هاديك شفت حتى عييت وقبلت وقلت قد ما كان هذا الراجل خايب مستحيل يكون خايف بحال با ومرتو، اكيد غادي يكون حنين فيهم شويه عليا. الحصول هي هاديك الاب ديالي قال لهم مرحبا، تيسرت الامور. كنسولو على والديه قال لي انا يا راه والديا ماتوا وراه عندي غير اختي في الدنيا وراه جيت زعما انا وياها وهاد صاحبي. كان اتفق معاهم با باش اننا نديرو عرس وضريب صدق وكلشي في خطره واحده، يعني ما كاينش لاش هذاكشي ديال الخطيب يطي. صافي هي هذيك السيد عطا هذاكشي اللي كيعطيو الناس، عطا الصداق المصاريف ديال العرس، جاب الدفوع، جاب هذاكشي كامل اللي كيديروا الناس. الامور تيسرات، طيحت معاه العقد من موراها مباشره، درنا العرس وكنت مشيت معاه. وهنايا غادي نكتشف شي حوايج اللي ما عمرني ما درت لهم الحساب. تخيلوا معايا كيف خرجت من دارنا وركبت معها في الطوموبيل وتحركنا من الدرب، كنجبد واحد القرعه ديال الشراب وبدا كيشرب فيها. انا فاش شفت هذاك المنظر ما حسيت بدموعي حتى بداو كينزلوا ليا، وكل اللي كنت رعد كنت خايفه بزاف منه. اصلا حتى لهذيك اللحظه ما كنتش كنعرفو، يعني في حاله تزوج زواج تقليدي ما كتعرفيش الراجل وتزيدي عليها انه سكران، يعني تخيلوا معايا احساسي في هذيك الوقيته كيفاش غادي يكون. تراخ كامله وانا كنبكي. السيد في الاول كان غير كيشوف فيا وكيخنزر، ومن بعد بدا كيغوت عليا وكيقول لي سكتي سكتي طيحتي عليا الضيم علاش كتبكي. حصل وصلنا للدار وكيف طلعنا كنجبد لي واحد القرعه وقال لي شربيها. انا قلت له كيفاش نشربها، واش انت تسطيتي؟ انا ما عمرني ما شربت. قال لي قلت لك شربي هي شربي. بدا كيغوت عليا وانا ما بغيتش. في واحد اللحظه كان جوجتني من شهري، خشى لي الفوم ديال القرعه فمي وبدا كيشرب فيا بزز. انا ما كنتش باغا وبديت كنحاول انني ما نشربش، ولكن هو بقى كنبزز عليا مبزز عليا حتى صافي تجيفت وكنت غادي نموت. المهم بدا كيضرب فيا، وفي هذيك الليله كانت عدى عليا، دوز عليا اسوأ ليله، الليله اللي ما عمرها تنسى ليا في حياتي. الحصول دوزنا هذيك الليله، الغد لي مع الصباح السيد ناض بحال ما داير والو. المهم قال لي وجدي الفطور، وجدت الفطور وانا كنبكي وما حملاش نشوف وجهه، وهو كل شويه كيغوت وكيقول لي علاش كتبكي، صافي سكتينا. مهم دوزنا هذيك الايامات بحال هكا، يوميا كيلزم عليا نشرب معاه ويوميا كيتعدى عليا. قلت المستحيل باش نقدر نتصل بوالديا ولا نخرج من هذيك الدار، ولكن السيد ما كانش كيخرج. نهار وما طال هو جالس في الدار والتليفون ديالو ما كانش كيتفرق معاه، وانا ما كانش عندي تليفون. صافي بقينا هكاك حتى كان داز سيمانه، وكان وصل النهار اللي غادي يجوا فيه عائلتي باش يجيبوا لي زعما الفطور، لانهم هما كانوا ساكنين في مدينه واحده اخرى، وكنا متفقين من النهار الاول ان الفطور غادي يجي من مورا سيمانه. مهم فديك النهار انا كنت فرحانه، قلت صافي غادي يجيو عائلتي غادي نعاود ليهم وغادي نمشي معاهم، ان هداك الزواج ما كنتش باغاه. وصافي تما عرفت ان هداك العذاب ديال مرتبه لا علاقه مع العذاب ديال راجلي، ما عمرني ما ظنيت راجلي يلزم عليا ندير معاه الحرام. صافي هي هادي كانوا جاوا مالين الدار، كيف دخلوا الاب ديالي اول سؤال كنسولو راجلي
هو كيف دازت الامور. الراجل كان فرحان وقال لي الامور كامله دازت مزيان، وبنتك تبارك الله راه بنت دارهم، وانا هادشي اللي عجبني فيها. انا عجبني الحال نهار اللي شفتها خارجه مع مرت باها وكتبان السيده داخله سوق راسها وحاضره راسها، ما قدرتش نهائيا نشوف فيها. انا عجبني فيها غير هذاك الاحترام ديالها وهذيك الحشمه ديالها. اسمها الراجل كيدوي ديك الساعه ما تيقش نهائيا هذاك الشيء اللي دار فيا في هذه السيمانه. الحصر ما فيه، انا بقيت غير كندور في الدار وكنتسنى غير الوقيته اللي نقدر نفرس فيها با ونعاود له هذاك الشيء اللي جرى ليا. وفعلا بقيت كندور حتى بان لي با جالس، مشيت تخشيت فيه وبديت كنعاود ليه وانا كنبكي. قلت له با هاد السيد راه تكرفس عليا وراه كيلزم عليا نشرب معاك ولا ليله، وانا برا هادشي ما عجبنيش وما كبرتش فيه. با حفاك ديني معاك، ما بقيتش بغيت نعيش معاه. با كان خنزر فيا وقال لي واش مني تك كدوي. قال لي شوفي بنتي هذا راجلك ودبري انت وياه، انا غنجلس معاكم شويه وغادي نمشي فحالي. قلت له با واش من نيتك كدوي؟ قال لي كندوي معاك من نيتي، حنا ما عندناش البنات اللي يتطلقوا. وكان ضرب فيا وناض من تما ومشى عند الراجل وكيبان ليا كيهضر معاه وكيضحك. انا صافي تما حسيت بالدنيا دارت بيا، لان هذاك الامل اللي كان عندي حتى هو مشى. ظننا ان الاب ديالي فاش غادي يجي مستحيل يخليني تما الوقت اللي نعاود ليه هذاك الشيء اللي جرى ليا، ولكن كنت غالطه. صافي هي هذيك العائله دوزو معنا هذاك النهار وكانوا مشاو. كيف خرجوا من الدار جا عندي الراجل وهو كيضحك وقال لي صافي قلتيها ليهم وخلاوك معايا، راني قلت لك النهار اللي كنتي جايه معايا في الطريق انك من اليوم ليا وحتى شي واحد ما يقدر يحيدك من يديا. قال لي دابا وجدينا الجلسه. شفتي قلت له حرام عليك علاش كدير فيها هكا؟ انت فاش باغي وحده اللي تشرب معاك وحده اللي تنشط معاك علاش جايب وحده من دارهم؟ جيب وحده من الزنقه. قال لي مالي مستي نجيب وحده من الزنقه؟ قال لي انا باغي وحده ربيها على يديا، وحده هادشي ديروا معايا غير انايا. انا ما كنت فاهمه والو في هذاك الوقت، كنت غير كنسمع كلامه صافي حيت وليت كنخاف منه. السيد كان في لما سمعتش كلامه كيضربني والضرب ديالو كان خايب بزاف. لاحظوا قديت الجلسه وجلست انا وياه وكان سكار وقال لي ضروري ما خصك تشربي معايا، وكنت شربت حيت ما كان عندي ما ندير. بقينا هكاك مده حتى النهار اللي السيد رجع لخدمته. ايوا في النهار الاول كان اتصل بيا وقال يا غادي يجوا معايا صحابي وجدينا العشاء. قلت ليه واخا. ايوا انا جمعت الدار وقديت العشاء على حقه وطريقه. ايوا داز النهار جا الراجل في العشيه محمل ومجمل، ما خلاش شي قرعه اولا شي نوع ديال الشراب ما جابوش. شفت هذاك الشيء تخلعت وقلت له علاش هذا الشيء كامل بزاف؟ قال لي كيفاش بزاف؟ راه قلت لك صحابي غادي يجيو يقصروا معايا هاد الليله. قلت له يقصروا معاك؟ ما فهمتش. قال لي كيفاش ما فهمتيش؟ واش انت مكلخه لهاد الدرجه؟ راه غادي يجيو يشربوا معايا هنايا. انا بقيت غير كنشوف فيه وما نكذبش عليكم ما عجبنيش الحال. حصل هي هذيك، هزيت هذاك الشيء حطيته في الثلاجه، بديت كنقاد في الدنيا. من بعد كان جا عندي وقال لي دخلي وجدي راسك. قلت له كيفاش غنوجد راسي؟ قال لي شنو بغيتي يجيو صحابي ويشوفوك بهاد الحاله؟ قلت له على صحابك غادي يشوفوني. علاش اصلا غادي يشوفوني؟ بدا كيضحك وقال لي واش هذا السؤال؟ قال لي غادي يشوفوك باش يعرفوني انني كنعرف نختار. دخلي بدلي عليك وقادي هذيك الحاله. راجلي تما صدمني كثر. صافي ما تليت عارفه ما ندير، دخلت للبيت ويلا كنت باغا نجبد ما نلبس، كانت باني وجبد لي واحد الكسوه قصيره. فاش شفتها تصدمت وقلت له شنو هي هذه؟ قال لي هذه اللي تلبسي. قلت له واش من نيتك كدوي؟ قال لي قلت لك هذه اللي تلبسي. وقال لي طلعي شعرك الفوق كيجيك غزال. وكنخرج من البيت انا صافي تما ما تليت عارفه ما ندير، درت هذاك الشيء اللي بغى بالضبط. المهم طلعت شعري الفوق، لبست هذيك الكسيوه، درت واحد الماكياج خفيف وخرجت كنقاد في هذاك الصالون وكنترف في الدنيا. بس صافي صحابو ما بقى لهم والو يدخلوا. المهم كانوا جاوا صحابو هذيك الساعه، كان عيط ليا قال لي اجي سلم عليهم. سلمت عليهم وكل شيء كان كيشوف فيا بواحد الطريقه اللي ما زويناش. المهم كانوا جلسوا من مورها مباشره راجلي قال لي حتى العشاء. سربيت ليهم هذيك الطبله على حقها وطريقه. وفاش بغيت نمشي للبيت بس زعما نتسناهم حتى يسالي ونجي عاوتاني نجمع الطبله، راجلي كان عيط ليا وقال لي شنو كديري؟ ما غتونسيناش؟ قلت له شنو نيتك؟ كيفاش غنونسكم نتوما كاملين رجال؟ ما كون غير شي واحد في صحابك جا معاه مرته نقول الدنيا هانيه نتوانس انا وياها، ولكن وجدتك عادي نجلس انا المراه الوحيده وسط ترينكه ديال الدراري؟ قال لي قلت لك جلسي هي جلسي، واش انا ما معمرش لك العين؟ جرني من يديا حتى كان غادي يفصلها ليا. الحاصل كنت جلست بقيت غير كنشوف هذاك المنظر وانا ما عاجبنيش الحال، كل اللي كنت رعدو مع الصباب لا قياس. المهم كيف سالاو عشاوهم انا ما كليت والو، بقيت غير كنشوف فيهم. قال لي جمعي الطبله ووجدينا الجلسه. فعلا كنت جمعت الطبله ووجدت لهم الجلسه وانا ضو الناس وجلسوا. هذيك الساعه راجلي كان شدني وقال لي جلسي باش تشربي معانا. انا تما صافي ما بقيتش قاده نصبر، كنت نطرت منه ونط. وقلت له بنتي لي انت تصديتي. السيد مرضاش وقدامهم كنضربني. صحابو فاش بان ليهم هذاك المنظر ما قدروش نهائيا يجلسوا، كانوا جمعوا الوقفه وقالوا لي غير سمح لينا يمكن جينا في واحد الوقت اللي ما هواش. الراجل ما عجبوش الحال وكان دقدقني عصا هذيك الليله،
وقال لي هادي باش تعلمي متحشميني مره اخرى مع صحابي. مهم كنخرج معاهم وكملوا السهره برا. وداس هذيك الليله الغد ليه كان الراجل قبل ما يمشي للخدمه قال لي اليوم غادي يجيو صحابي بالليل، وكنقسم فمي بالله وما ديري عقلك يا حتى تشوفي اكثر من هذاك الشيء اللي شفتي هذيك الليله، حيت فداك النهار كان ضربني واحد الضرب ديال الكلاب، واحد الضرب اللي ما عمرني كليتو من قبل. انا وليت خايفه بزاف، اصلا لحمي حتى لهذيك الساعه كان كله مدقدق. ناط وجمعت الدار، قديت كل شيء وجدت ليهم العشاء وجدت الجلسه وانا كنبكي، ما بغيتش هذاك الليل كاع نهائيا يجي. مهم الراجل كان دوا مع صحابه وقال لهم ضروري ما تجيو عندي للدار. صحابه في الاول ما بغاوش، ولكن هو كان قال لهم ضروري ضروري. صافي صحابه كانوا جاو، حطينا ليهم العشاء، كنت جلست معهم هاد المره بلا ما يقول لي حتى شي حاجه. من موراها سربيت ليهم الطبله. ايوا السيد قال لي غادي تجلسي وتشربي معاه. انا ربي لي عالم بيا فهاديك الوقيته ما كنتش حامله نهائيا هذاك الشيء. ايه انا فهاديك الوقت كنت كنشرب معاه، ولكن باش نشرب قدام صحابو جاتني ثقيله بزاف. كنت من دارنا وما عمرني كبرت في هذا الجو الحصول وما فيه. جلست معهم وكنشرب وانا كنبكي. الرجال او صحابو فهاداك الوقت كانوا كيشوفوا فيا وحدين راسهم، ما قادينش نهائيا يكملوا فيا الشوفه. كل شويه كيقولوا الراجل خليها تمشي في حالها، كيقولوا لا غتبقى جالسه وتشرب خاصها تولف. مهم كانوا جلسوا شويه ومن بعد مشاو، وفاش كانوا خارجين قال لهم غدا تسهروا هنا. واحد صاحبو قالوا لا صاحبي غدا ما غاديش نجيو، غدا نتلاقاو في البلايصه ديالنا. قال لهم عافاكم عافاكم، قالوا ليه لا غدا صافي نتلاقاو في بلاصه الفلان فلانيه. صافي هي هذيك هما مشاو. الراجل دخل وضربها بنعسه بحال ما داير حتى شي حاجه. انا ربي لي علم بيا في داك الوقت اصلا كنت دايخه، كنت عاطيها غير لبكة. دوزنا هذيك الليله الغد لي عاوتاني عادي، دوزت نهاري. جا الراجل في العشيه بدل حويجاته وخرج، بقى السيمانه هكا كامله حتى الويكاند. في الويكاند كنعرض على صحابو جاو عندنا للدار، وهاد المره كيف العاده كنت جلس وشربت معاهم وهادشي ولا كيتكرر. الحصول بقينا هكاك حتى ولاو هادوك الناس مره كيجيو عندي للدار كيشربوا، مره كيهزني راجلي وكيديني عندهم. حتى هما ولاو كيجيبوا عيالاتهم مره مره، ماشي كلشي، كان غير واحد اللي كيجيب مرته، واحد السيد اخر كيجيب واحد السيده معاه. مهم هادوك البنات كانوا مولفين هذاك الوضع، كان فاش كيجي وكينوضوا كيبقاو يشطحوا كيديروا الجو. راجلي ما كيعجبوش الحال، دائما فيما كيخرجوا كيقول لي شوفي الرجال بما مزوجين، شوفي عيالاتهم كيفاش كيتصرفوا، وانتي مني كتجلسي ما كتهزيش نهائيا راسك، الضحكه هي الاخرى ما كتخرجيهاش. علاش ماشي فحالك فحال العيالات؟ علاش ما كتعرفيش تضحكي وما كتعرفيش تنشطي، ما كتعرفيش تخلقي الجو؟ كان ردي انا اللي ما مزياناش الوقت. حاجه وحده اللي ما بغاش تفهم ليا نهائيا هي راجلي فاش كان باغي وحده اللي دير معاها هادشي كامل، علاش ما خداش وحده بنت الزنقه؟ علاش جا وقلب عليا انا اللي كنت بنضارنا ودخلت سوق راسي، انا اللي مازال صغيره وما عارفه حتى شي حاجه في الدنيا؟ هاد المساله بالضبط ما بغاش تفهم ليا لحد الان. حصل وما في، في ديك الوقيته بقيت عايشه مع هذا الراجل في هاد الحاله، ما كانش عندي حتى شي بديل، لان والديا او الاب ديالي اللي غادي يعتقني من هادشي تخلى عليا، العائله حتى شي واحد ما غادي يعقل عليا طبعا. صافي استسلمت الامر الواقع، كنت عارفه ان اللهم نجلس معاه ولا نخرج الزنقه، عارفه الزنقه كلها دياب، وهداك الشيء اللي غيوقع ليا تما غيكون صعاب من الحياه اللي عايشه هنا. بشويه بشويه وليت كنستسلم، وليت بلا ما يهضر كنعرفو بالضبط شنو كيبغي. كيجي كيلقاني مقاده ليه الجلسه، كنشرب انا وياه بلا ما يهضر حتى انا عارفه هادشي اللي باغي. هادشي كامل كنت كنديرو غير باش ما ناكلش العصا معاه. ايوا داس ليام حتى النهار اللي اكتشفت انني حامله. ما نكذبش عليكم في داك الوقت واخا كاع هاد المشاكل فرحت وعجبني الحال، قلت له ربما هاد الولد يغير لنا حياتنا، هاد الولد يخلي باه يدير عقله، يخلي باه يدخل سوق راسو، يخلي باه يحترمني ولو غير شويه. ايوا كنت طايره بالفرحه. الوقت اللي قلتها ليه كان كيسحب لي غادي يعجبو الحال السيد سيف عليا، وقال لي شكون اللي قال لك تحملي؟ ياك ما كيسحب لك بالولاد غادي تشديني، انا لا لا ما باغي ولاد، وكون كانوا الولاد كيجدوا فيا كاع ما نطلق هذيك اللي قبل منك. انا في ديك اللحظه عاد عرفت ان السيد مطلق وعندو الولاد، قبل ما عمرني ما كنت سايقه الاخبار، لان ما عمرو ما جبدهم ليا، ما عمرو ما شافهم، ما عمرو ما قال لي غادي يمشي عندهم، ما عمرو ما ذكرهم ليا. قال لي شوفي الكلمه الوحيده اللي غادي نقول لكم ما نعاودهاش هي خصك طيحي هادشي اللي في كرشك. تما بديت كنبكي وقلت له غنقول لك حتى انا كلمه، شي هادشي اللي في كرشي هو اللي ما نطيحوش، ولا كنسمعت كلامك في كاع هادشي اللي داز هادي نهائيا ما غنسمعوش. قبل ما نكمل كلامي كنشد من شعري ولحني في الارض، وكيطلع فوق مني وكيشف وكيقول لي قلت لك غادي تطيحيه هي غطيحيه، انا ما باغي ولاد اللي يسطعوا لي راسي، انا لا لا بغيت غير نعيش الحياه. بقى كيشف عليا كيشف عليا كيشف عليا حتى لواحد الوقت صافي تبلنش وما بقيتش كنحس حس مني. الوقت اللي السيد وقف وكان مشى بديت كنتحرك، الوقت اللي كنت جلس شويه كيبان ليا كل دمايات، ثم عرفت ان هذاك الشيء اللي في كرشي اكيد غادي يكون طاح.
الحاله ديالي ما نقولش لكم عليها. هذاك الشيء اللي فكرت شي ما طاحتك كنت غادي نموت، كان دار ليا السخانه ومرض ديال بصح مده، وانا ما كنقدرش نهائيا نوقف، ديما كنكون واقفه وانا محنيه شويه على كرشي. الالم اللي كان في كرشي ربي بوحدو اللي كان عالم بيه. هذاك السيد ماشي تكرفص عليا شي حاجه اكثر. من مورا هذاك النهار رؤيتي للحياه اختلفات، ما بقاش نهائيا عندي امل، وليت صافي كنقول هذا الراجل ما عمرني ما غنعيش معاه مزيان. صافي غسلت عليه يديا وعرفت هذا اللي ما حنش حتى في ولدو عايحن فيا انا. عرفت انه ما باغينيش مرا للحلال، ما باغينيش مرا اللي يديرها في كتافو، مرا اللي تكمل مع حياته، بغا وحده اللي تدوز معها الوقت وصافي. صافي هي هذيك، وليت كنجلس معهم في الطبله لا هو لا صحابو، وكناخذ راحتي كنشرب غير باش ننسى. صافي ما بقيتش باغا نعيش في داك الواقع اللي كنت عايشه فيه. هذاك الشراب اللي ما كنتش باغا نشرب في الليل وليت كنشربو حتى وسط النهار، النهار كامل ولا مدوخ الراس. صافي ما بقيتش باغا نعقل على راسي شكون، ما بقيتش باغا نعرف شنو كندير في الدنيا. وهي بقينا هكاك مده في هذيك الحاله. الراجل تما عاد ما انا عجبتو، عاد ما دخلت ليه لخاطرو، عاد ما ولا كيتعامل معايا مزيان، لانني وليت كنضحك دائما ما مسوقاش ضربه الدنيا بطالون. يجيو صحابو كنضحك كنلعب معاهم كنهضر، ما عنديش غرام ديال المشكل. الراجل اللي غتهزو النفس وغير عليا كاع ما كاينش، سيد ما كاينش كاع في الدنيا، حصلوا ما فيه. بقينا هكاك حتى لواحد النهار كنت جالسه في الدار ودق عليا صاحبو. هاد صاحبو من الروح الروح وكان ديما كيجي يقصر معاه. المهم كان قال لي السلام، قلت له السلام. قال لي شوفي راه صيفطني راجلك، راه فلانه مريضه بزاف وبغاتك تمشي توقفي معاها شويه بما يجي راجلها راه مسافر. انا هاد السيده اللي قال لي كانت مرت واحد صاحبو مره كنت كنتلاقى معاه. فاش قال لي راجلك اللي قال لك هاد الهضره، قلت له صافي واخا. دخلت بالخف لبس عليا ومن بعد خرجت. صافي هبطنا ركبت معاه في الطوموبيل وتمينا غاديين. السيد بقى غادي وبان لي انه ما غاديش في الطريق ديال دار هذيك السيده. شفت فيه قلت له فين غادي، ماشي هي هذه الطريق؟ قال لي اه راه السيده كاينه في السبيطار ما كايناش في الدار. صافي تما جلست وبقيت كنتسنى زعما حتى يوقف في شي بلاصه ولا يديني لهاد السبيطار اللي ما كنتش عارفه. ايوا بقينا شحال حتى كندخل في واحد البليصه اللي كانت شويه خاويه. وقف الطوموبيل ودار عندي وقال لي فلانه بغات نهضر معاك. شفت فيه وخنزرت، قلت له ماشي وقت الهضره دابا، يلا بيا عند السيده. والسيده كتسنى فيا وانت يلا جاتك الهضره والكلام؟ قال لي راه ما كاينه لا سيده لا والو، وراجلك ما صيفطنيش لعندك. انا قلت لك هذاك الشيء غير باش تخرجي معايا بخاطرك، انا راه بغيت نهضر معاك. انا تما صافي قلبي بدا كيضرب في 90 وكنقول الله يا سيدي ربي الله، هذا شنو بغاني؟ تخلعت بزاف وليت كل اللي كنقفقف، وهو كنلاحظ هذا الشيء وقال لي عليك امان الله ما كاينش لي اديك ولا يقرب ليك، انا غير بغيت نقول لك جوج كلمات ومن بعد غنوصلك منين هزيتك، ما تخافي ما والو. مهم كنت قلت لي يلا هدوي قول لي شنو كاين. قال لي سمعيني يا بنت الناس، انا من النهار الاول اللي شفتك عرفت ان هذاك السيد اللي تزوجتي بيه ما يستاهلكش. انت ماشي ديال هاد التكرفيس، انت بنت داركم وكتستاهلي راجل اللي تهلا فيك، ماشي راجل اللي خرجك للفساد طايطاي. قال لي ما نكذبش عليك عجبتيني بزاف وبغيتك للحلال. شحال مره كنت كنحارب راسي وكنقول اشنو كدير، هذه راه مرت صاحبك اتق الله. شحال مره كنقول ما نبقاش نشوف فيك ولكن ما كنقدرش، خاصه الوقت اللي كنشوفك مكرفصه مع هذاك الراجل، خاصه الوقت اللي كنشوفك يضربك كنشوفك يبزز عليك تشربي وانت ما باغاش تشربي. صبرت حتى عييت حتى مؤخرا فاش بنتي لي غدا وكتضيحي وغادي كديري شي حوايج اللي ماشي ديالك، وليتي تشربي بخاطرك وماشي غير كتشربي شويه وصافي كيف ما كنتي، وليتي كتشربي حتى صافي كدوخي وما كتبقيش عاقله على راسك. عارفه الا بقيتي مع هذا الراجل غيخرج عليك ديال بصح، وانا ما نكذبش عليك كنبغيك من كل قلبي، ما نقدرش نخليك تعيشي في هذا الشيء. انا فاش قال لي هذا الكلام فرحت من الداخل ديالي، وفي نفس الوقت ما عجبنيش الحال. هذيك الساعه درت فيه وقلت له شنو كتقول، واش انت مرضتي ولا شنو؟ واش انت عارف الخطوره ديال الكلام اللي كتقول؟ واش عارف انك انت صاحب راجلي وانا مرا مزوجه؟ اتق الله بركه غير هذا الشيء اللي كندير بلا ما تزيد عليا مصيبه حلا بحال هذه. يلا كنت باغا ننزل، كان قال لي بلا ما تنزلي انا صافي سمعت الجواب ديالك. قال لي شوفي انا غادي نوصلك حتى لدارك، غير هو كلمه واحده اللي غادي نقول لك، الا كنتي انت اللي ما باغانيش او ما عجبكش او ما عنديش المشكل، ومن اليوم ما عمرك تسمعي ليا شي خبر. بالحق الا قلتي لي هذا الكلام على ود راجلك او داك الشماته ديال راجلك، كوني مأكدة ما عمرني ما غادي نعطيك التقار، ودائما غنبقى تابعك حيت فعلا ما يستاهلكش. هذيك الساعة كان ديما راه الطوموبيل وصلني سر حدا داري، وكنت نزلت وهو مشى. انا ما نكذبش عليكم الهضرة ديالي بدات كدور ليا في المخ، تما الشريط ديال زواجي كامل داز قدام عينيا. لقيت كلام ديالو بصح، من نهار اللي تزوجت بهذاك الراجل وانا اللولور، من نهار اللي تزوجت بهذاك الراجل وانا داخلة في واحد الطريق اللي ما عمرني تخيلت ندخل ليها، طريق ديال المفسدين، طريق اللي ماشي ديالي، طريق اللي باقي لحد الان ما راضياش عليها. ما نكذبش عليكم ونقول لكم ما ضعفيتش قدام هذيك الهضره،
ولكن في نفس الوقت ما كنتش بغيت ندير مصيبه كحله فحال هادي. هذاك الشيء على سديت الموضوع. الحصول هي هاديك داز واحد اليامات، الحصول هي هاديك داز هذاك النهار من موراها بيامات كانوا جاو عندنا صحابو للدار، ومنهم هاد صاحبو، هاد صاحبو اللي منين دخل ما نزلش عيني عليا. انا وليت كنلاحظ يمكن شحال هادي ما يكونش رد البال، ويمكن غير حاضره عينيا وما كنقدرش نهائيا نشوف فيه. صافي بقينا هكاك، السيد ولا كيتعامل معايا مزيان، ولا في مراجلي مثلا كيغوت عليا، ولا كينوض يضربني على شي حاجه ما كيخليش، وكيحبسو وكيقول لي حرام عليك راه وليا. كان تقريبا هو الوحيد اللي كيجي مني في هذيك الوقيته. صافي هي هذيك علاقتي معاه بشويه بشويه بدات كتطور. السيد ولا كيعيط ليا في التليفون، في الاول كنت كنقول ليه جوج كلمات وكنقطع، من بعد وليت كنجمع معاه بشويه بشويه، وليت كنرتاح ليه. السيد ولا كيقول ليا انا راه بغيتك للحلال، راه ما بغيتكش للتفليا، وهذا الشيء كامل اللي عايشه مع هذا الراجل راه ما غيبقاش. الا تزوجت بيك راه غندير عقلي انا وياك، لا انا غنبقى نشرب، لا انت غتبقي تشربي، ندخلوا سوق راسنا، انا عارف هذا الشيء كامل انت ما باغاش، وحتى انا صافي هذا الشيء طلع ليا فوق الراس. المهم ولا كيبين ليا واحد الحياه اللي كنت كنحلم بها، وانا كنت عارفه ان هذا الراجل الوحيد اللي يقدر يقبل بيا في هذاك الوقت، لانه هو كان عارف هذيك الحياه اللي كنت عايشاها، شايف كل شيء بعينيه. حصل وما فيه، علاقتنا بشويه بشويه بدات كتطور، حتى وليت كنخرج معاه وكنهضر انا وياه بشويه بشويه، وليت كنرتاح ليه وليت كنشوف حياتي معاه. مهم بقينا هكاك حتى النهار اللي الراجل ولا كيقول لي انا هادشي ما بقاش كافيني، انا ما يمكن لياش نبقى كنهضر معاك وصافي، انا كنبغيك وبغيتك للحلال، حتى امتى غتبقي مزوجه وحتى امتى علاقتي معاك غتبقى في السر؟ صافي يا بنت الناس خاصك تفارقي مع هذا الراجل. قلت له كي غندير نتفارق معاه؟ انت كتشوف كلشي بعينيك، انا راه ما قدرت ناخذ حتى شي خطوه في حياتي، انا اصلا حتى الا بغيت ناخذ هذه الخطوه شكون اللي غادي يوقف معايا؟ والديا من النهار الاول كانوا خلاوني ومشاو، ما عمرهم مازال سولوا فيا، وهما عارفين انني مكرفصه معاه. العائله ما عنديش، الصحاب اللي عندي راه كاملين من الطرف ديالو، شكون اللي غيوقف معايا؟ قال لي انا اللي غنوقف معاك وانا اللي غادي نطلقك. هذيك الساعه كان اقترح عليا انني نجبد صداع كبير، شي صداع اللي يخليني يضربني شي ضرب خايب. قال لي وتكونوا حنا حاضرين، قال لي هذيك الساعه غادي نهزك ونديك للسبيطار وندير لك شهاده طبيه، هذيك الشهاده الطبيه غادي تخلي راجلك يطلقك بالسيف عليه، ومن موراها مباشره غادي نتزوج بك. هاد الهضره ما فكرش فيها جوج مرات. مهم كنت مشيت في حالاتي، نهار اللي كانوا تجمعوا عندنا صحابو كاملين خليتهم حتى جلسوا، وجيت وجريت عليهم وقلت لهم خرجوا ليا من داري، انا ما عنديش كبر هنايا، انا صافي عييت ومليت. راجلي قال لي واش منيتك كدوي؟ اش هاد التخربيق اللي كتقولي فيه؟ حتى لينا الطبله وقادي كلشي. بديت كنغوت وقلت له انت شماته؟ واش انت راجل اللي مخلي مرتك تجلس مع الشمايت؟ واش انت راجل اللي كتعطي الشراب لمرتك بيديك؟ ايوا السيد هنا ما عجبوش الحال، وجاتو النفس وناض وهز واحد القرعه كانت فوق الطبله وكان ضربني بها. انا ما عقلتش على راسي من هذيك اللحظه، الوقت اللي حليت عينيا حليت عينيا في الطوموبيل، ولقيت واحد صاحب راجلي شاد ليا فوطه في يديه وكيحبس لي الدم اللي كان خارج من راسي، وكيقول لي غير صبري ما بقى والو نوصلوا للسبيطار. مهم كنا وصلنا للسبيطار، دخلوني خيطوا لي هذاك الجرح، هذيك الضربه كانت غارقه وكانت زعما ضربه كبيره، وبداو كيسولوا نقز هذاك صاحب راجلي اللي كنت في هذاك الوقت يعني كنهضر معاه، قال لي راه راجلها ضربها بقرعه. فاش قال لهم هاد الهضره هذيك الساعه كانوا اتصلوا بالبوليس. انا قلت لكم هذيك الضربه راه تقدر تؤدي للوفاه، يعني ضربه كانت كبيره بزاف. مهم راجلي ما عجبوش الحال من صاحبه في هذاك الوقت، حيت زعما قال لهم انني انا ضربني بقرعه، يعني كان بغاه ما نعرف يقول لهم طاحت ولا ما نعرف ليه. صافي هي هذيك، جاو البوليس كانوا قادوا المحضر ديالهم، انا تما بديت كنبكي، عاودت لهم كلشي، قلت لهم راجلي راه كيبزز عليا نشرب معاه، راه كيضربني فاش ما كنبغيش، وهذا راه غير شويه من بزاف. وكان وريت لهم الاطراس ديال الدق ديالو، كان لحمي كامل عامر بالاطراس. مهم كانوا قادوا المحضر ديالو، الراجل هذيك الساعه جدوه لان هذيك راه محاوله قتل، يعني راه ماشي ضربه عاديه، راه كانت ضربه اللي غارقه وكبيره بزاف. هذاك راجل هذاك صاحب راجلي اللي كنت كنديو معاه كان هزني من تما وداني نيشان عند واحد اختو، ما قدرش يديني عند والديه، والديه كانوا ناس ملتزمين وما يقدروش يتقبلوا امور بحال هذه. صافي هي هذيك، مشيت جلست مع اختو، الراجل في هذاك الوقت ما تسرطاش ليه، ما عجبوش الحال، بدا كيجري ويجاري. هذيك المده كان قال لي السيد اللي كنت معاه انني نمشي عند الراجل ونتفاوض ونقول ليه يطلقني بشكل سلمي، كل واحد يشد طريقه ونتنزل ليه في المقابل. وفعلا هذاك الشيء اللي درت، كنت مشيت دويت معاه وقلت له شوف الا بغيتيني نتنزل ليك وتخرج من هنايا صافي طلقني وكل واحد يشد طريقه. كان قال لي واخا. مهم كنا درنا وكاله، قدينا الامور ديالنا كامله، من بعد كنت نزلت ليه، من موراها مباشره كنت فارغت انا وياه. ما كانش فاهم والو، فداك الوقيته كان دائما عنده تساؤل واحد، شكون اللي كيوقف معاك وشكون اللي كيعاونك؟ لان انا بوحدي ما يمكن ليش ندير هذا الشيء كامل. بشويه بشويه عرف انني جالسه عند تخت.
صاحبو. هذيك الساعه مشى عند صاحبو ونوضا معاه وقال لي مرتي شنو كدير عندكم في الدار؟ قال لي لا راه انت عارف هي ما عندها حتى شي واحد وطلباتني وانا راني شتي ديتها عند اختي ما جبتش عندي للدار واخا ساكن بوحدي. الراجل تيق ولكن واخا هكا بقى عنده واحد شويه الشك. المهم صحابو في هذاك الوقت بدات كدور بيناتهم الهضره وخاصه الوقت اللي كانوا كيشوفوني خارجه انا وياه ولا كنضحكوا ولا شي حاجه. المهم هذيك الساعه صافي انا راه تفرقت مع الراجل. بشويه بشويه بدات الهضره كدور بيناتهم حتى صافي كلشي تاكد انني انا وهذاك خينا بيناتنا علاقه. فهذاك الوقت راجلي حتى هو ساق الخبر وما عجبوش الحال. الوقت اللي جا باش يتفرقه على صاحبو ويقول له علاش درتي ليا هكا وانت هذا وانت هذا لقى السيد طايب وتما تفرقه عليه وقال لي دخلت عليك غير بالله واش بغيتيني نخليه معاك؟ سيدة بحال هذيك المرأة ما تستاهلش كون كانت غير شي وحده بنت الزنقة ما عنديش المشكل. انا صراحه عجبتني بزاف وبغيتها للحلال ما بغيتهاش للحرام كيف ما كنتي داير ليها ودابا ولد الناس اللي بيناتنا سال هنا وما انت صاحبي ما انا صاحبك. راجلي ما عجبوش الحال وهنايا ولا غير ضايع في زناقي وكيقول لهم انني انا غدرتو مع صاحبو في الوقت اللي كنت مزوجه به وانا ربي اللي شهد عليا ما عمرني ما درت شي حاجه الحرام مع هذاك السيد. اه كنت كنهضر معاه ولكن كنت كنهضر معاه حيت ماشي بغيت لانني كنت ملزمه اصلا راجلي اللي كان كيخليني نجلس معاه وهو اللي يدير هذا الشيء كامل. هاد الهضره كنوصلها حتى للوالد وقال له راه بنتك غدراتني مع صاحبي وراها تفارقات معايا. الاب ديالي ما تصرطاتش لي هاد الكلام وهاديك الساعه بلا حشمه بلا حياه كان عيط ليا وقال لي انا مبسخت عليك ومبري منك ومنتي بنتي ما انا وباك والا مت عندك تجي عندي. انا ضحكت من كل قلبي وقلت له با واش منيتك كدوي واش كتظني الا منتي غادي نجي ونبكي على قبرك؟ ابا انا دفنتك النهار اللي قلت لك ان راجلي كيلزم عليا نشرب معاه وما درتي حتى شي حاجه. فداك الوقت اعتبرت راسي انني يتيمه مقطوعه من شجره وما عندي حتى شي واحد في الدنيا الحصول وما فيه. النهار اللي كملت العده ديالي النهار اللي تكاتبت مع هاد ولد الناس هاد ولد الناس اللي فعلا طلع ولد الناس هاد ولد الناس اللي من النهار اللي طلقت ما عمرني حصلت وشرب ولا دار شي حاجه وانا الحمد لله. من النهار اللي تفرقت مع هذاك الراجل ما عمرني شديت هذيك الطريق اصلا هذيك الطريق ما دياليش وهذاك الشراب كنت كنشربو بزز عليا ماشي انا اللي باغا. من موراها كنت سكنت انا وياه الناس كاملين كانوا كيهضروا لا في العائله لا في الخدمه كل شيء كان كيقول انا ما مسياناش انا غدرت راجلي مع صاحبو انا هادي انا هادي حتى شي واحد ما كان عارف بالضبط هذاك الشيء اللي كيوقع لداخل. كل شيء كيشوف غير النتيجه كيشوف ان فلانه كانت مزوجه بهذا ومن بعد تفارقات معاه وتزوجت بالاخر اللي كانوا عارفين الحقيقه كيف ما هي وهما صحابو صحابو اللي كانوا كيجيو وكيسهروا مجموعين هادو كانوا كيشوفوا الراجل الاول كيفاش كان كيتعامل معايا. اما الناس الاخرين كانوا كيردوني انا اللي ما مزياناش وانا اللي بنت الحرام. هاد الهضره ما غنقولش لكم في الاول ما اثرت فيا اثرت فيا ولكن من بعد قلت لهم الخلا وجلا واش طابت عيشوره لان الوقت اللي كنت كناكل العصا الوقت اللي كنت مظلومه الوقت اللي كنت عايشه في العذاب الاليم حتى شي واحد موقف معايا. الجيران هما الاخرين كانوا كل ليله كيسمعوا بكايا كيسمعوا غواتي ما عمر شي واحد فيهم تدخل كاملين كانوا كيقولوا الشهر اللي ما ناخذوا كراه ما نحسبوهش كاع. دابا وليت كنقول لهم الهضره اللي ما تشري خضره ما عندي ما ندير بها حتى انايا. الحمد لله عايشه مع راجلي بخير وعلى خير ما ناقصني حتى شي حاجه. راجلي شحال من مره كيقول لي نتحولوا من هذه المدينه انا اللي ما كنقبلش بحكم ان راجلي هنا خدام مزيان بالوظيفه ديالو يعني ما ناقصو والو. كنقولوا علاش غادي نتحولوا من هنا؟ كيقول لي احقا هضره الناس ما هضره الناس كله هضره الناس الا ما كانش ضرك انت انا ما عندها ما تاثر فيا. صافي اللي بغى يقول شي حاجه يقولوا. عائلته في الاول كانوا رافضين هذا الزواج وما كانش عاجبهم الحال ولكن الوقت اللي تعرفوا عليا بشويه بشويه الامور بدات كترطاب وخاصه ان اختو كانت هجرات معايا وختو كنت عاودت ليها حكايتي من طقطق حتى السلام عليكم وكانت عاطفات معايا بزاف. اكيد ما غاديش تبغي وحده في حالي تزوج بخوها ولكن كانت شافت خوها كيحماق عليا وعرفتني انني انا المعدن ديالي زوين غير يمكن تحطيت في واحد الوضع اللي ما دياليش. خلاصة القول اليوم الحمد لله عايشة بخير وعلى خير وما ناقصني والو ما عمرني ما ندمت على القرار اللي اتخذت كان هذا هو اسلم قرار غادي نتاخده في حياتي. اليوم بغيت نقول للناس كاملين اللي كيهضروا فيا قبل ما تهضروا فيا سمعوني وعرفوا قصتي من تقطع حتى السلام عليكم ما عمركم ما تحكموا على البيبان المسدوده حيت الله اعلم شنو كاين لداخل ديالها. انا من مورا هادشي كامل اللي وقع ليا الحاجه الوحيده اللي طلعت منها هي ما عمرني نتسوق لعباد الله. اليوم عايشه حياتي بالطول وبالعرض وما كنتسوق لحد كنكون خارجه كنشوف بنادم كينعس فيا ما كنتسوقش ليه وكنقول خلا وجلا واش طابت عيشوره حيت فعلا الوقت اللي كنت مهدبه حتى شي واحد ما عقل عليا. حصل هنا سالات قصتنا ما تنساوش خليو الاراء والتعليق ديالكم لصاحبه القصه وما تنساونيش طبعا من تعليق زوينه ديالكم. ايوا هنا ما بقى ليا الا نقول لكم احبابي ما سخيتش بكم تلاقاو ان شاء الله مع قصه جديدة. السلام عليكم.